في العالم ما يزيد عن 90 مليون نخلة. ومرة قرأت أن النخل من الأشجار المعمرة قد تعيش 6000 عام. ففي العالم الآن ما يزيد عن 90 مليون نخلة تقدم الغذاء لبني البشر، ولا سيما للصائمين في رمضان حيث فائدته أعظم. قال بعض العلماء إن التمر الذي يتناوله الصائم مع الماء فيه 75% من جزئه المأكول مواد سكرية أحادية، سهلة الهضم، سريعة التنسل، إلى درجة أن السكر ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من 10 دقائق، يعني أسرع مادة غذائية يتنسلها الدم هو سكر التمر الأحادي. وفي الحال يتنبه مركز الإحساس بالشبع في الجملة العصبية فيشعر الصائم بالاكتفاء، فإذا أقبل على الطعام أقبل عليه باعتدال وكأنه في أيام الإفطار. أما المواد الدسمة فيستغرق هضمها وامتصاصها أكثر من 3 ساعات. لا بد من توضيح هذه الفكرة. الإنسان متى يكف عن الطعام؟ إذا وصل تنبيه إلى مركز الشبع في البصل السيسائي، أو إذا امتلأت المعدة. إذا بدأ بالمواد الدسمة، المواد الدسمة يستغرق هضمها 3 ساعات، فلا يصل التنبيه إلى مركز الشبع إلا بعد 3 ساعات. أما التمر ينتقل سكره الأحادي من الفم إلى الدم في 10 دقائق. فالإنسان إذا تناول المواد الدسمة وابتدأ بها لا يمكن أن يحس بالشبع إلا بعد 3 ساعات. إذن متى يتوقف عن الطعام؟ عند امتلاء المعدة. أما إذا بدأ بالتمر فإن سكر التمر الأحادي يصل إلى مركز تنبه الشبع في 10 دقائق. فقد كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات 3، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس إلى تناول طعام الإفطار. شيء آخر، أنا أسمي الحقائق العلمية التي تطابقت تطابقا عفويا وتاما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمي هذه الظاهرة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هدي النبي أنه كان يفطر على تمرات، وقد أكد العلم اليوم أن أفضل شيء للصائم أن يبدأ طعامه بالتمر، لأن سكره الأحادي يصل إلى المركز، مركز تنبه الشبع، في وقت لا يساوي أكثر من 10 دقائق. فضيلة الدكتور، ما هي المواد التي يتركب منها التمر؟ هذا سؤال لطيف. التمر يمكن أن تقول هو صيدلية، يمكن أن تقول فيه مواد أساسية لغذاء الإنسان. فتتركب التمور من المواد البروتينية المرممة للأنسجة، ومن نسب ضئيلة من الدهن، ويحوي التمر 5 أنواع من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي التمر على 8 معادن أساسية. 100 غرام من التمر يوميا فيها من 1/2 إلى 1/5 حاجة الجسم من المعادن. الجسم بحاجة ماسة إلى المعادن، فإذا أكل الإنسان 100 غرام من التمر يوميا يكون قد حقق من 1/2 إلى 1/5 حاجة الجسم من المعادن. يحتوي التمر أيضا على 12 حمضا أمينيا، وفيه مواد ملينة، وفيه مواد مهدئة، وهناك 50 مرضا يسببها الإمساك، والتمر يقي من الإمساك. وله آثار إيجابية في الوقاية من فقر الدم ومن ارتفاع الضغط، ويعين على التئام الكسور، وهو ملين ومهدئ. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن التمر لا يتلوث بالجراثيم إطلاقا، لأن تركيز السكر العالي
يمتص ماء الجرثوم، وهذه الخيرات كلها وقد عدها بعض العلماء 47 عنصرا ممثلة في تمرة تأكلها ولا تدري ماذا ينتفع الجسم بها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، وفي رواية أو جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثة. قال بعض الأطباء: إن أفضل الدواء ما كان غذاء، وإن أفضل الغذاء ما كان دواء. ولابن القيم رحمه الله تعالى قول في التمر، قال: هو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. لا شك فضيلة الدكتور أن الأطباء تحدثوا عن التمر وفوائده، وإن كان يقي من بعض الأمراض. نعم، نحن حينما قلدنا الغربيين في غذائنا وقعنا في مشكلة كبيرة. هذا الغذاء المصفى أو العصير هو غذاء يعد رقيا اجتماعيا، لكن الحقيقة أن أصل تصميم هذه الفاكهة وهذه الخضروات ينبغي أن نأكلها كما خلقها الله عز وجل، والسبب هو أن هذه الفواكه والخضروات فيها ألياف، هذه الألياف لها دور كبير جدا في الجهاز الهضمي. هذه أولا مواد مالئة، وثانيا مواد تعين على حركة الأمعاء، وثالثا هي مواد تمتص الكوليسترول الضار في الإنسان، ورابعا هي مواد لا تعين على زيادة الوزن. فالأطباء في حيرة شديدة من ارتفاع نسب الأمراض الخبيثة والوبيلة والمستعصية في هذه السنوات الأخيرة. أغلب الظن أن هذا يعزى إلى تغيير في خلق الله عز وجل، فحينما نعود إلى الحياة الطبيعية التي أمرنا الله بها والتي رسمها لنا والتي خلقها من أجل أن نعيش حياة ملؤها الصحة والسعادة، ينبغي أن نعود إلى أصل التصميم. تمرات نأكلها أفضل 1000 مرة من شراب نشربه ليس فيه مادة طبيعية، مواد كيميائية صرفة، لكن نؤخذ نحن بالإعلانات وبالترويج هذه البضائع. إن هناك أمراضا وبيلة وخطيرة تعاني منها المجتمعات الغربية التي أساس غذائها الغذاء المصفى، يعني أكبر نسب أمراض سرطان الكولون في اليابان يعتمدون على الغذاء المصفى. يعني نحن بحسب بيئتنا نأكل التفاح، بينما هناك يشرب عصير التفاح الذي يلقى في المهملات هذه المواد السيلولوزية التي تحدثوا عنها قبل قليل، مواد مالئة محرضة لحركة الأمعاء، مواد تمتص الكوليسترول الضار، هذه كلها ندعها نحن في سلة المهملات ونشرب المادة المصفات. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، إذا خلى غذاء الإنسان من الألياف لم يكن طعامه مفيدا، يجب أن يأكل الإنسان في اليوم 30 غراما فما فوق من الألياف، وفي 100 غرام من التمر 8.5 غرامات من الألياف، في 100 غرام من التمر 8.5 غرامات من الألياف. هذه الألياف تقاوم الإمساك، والإمساك عرض ل50 مرضا، وهذه الألياف تقاوم الدهون التي قد تسد الشريان التاجي الذي هو مرض العصر الأول، فالتمر له فائدة كبيرة في الوقاية من هذه الأمراض. التمر فقير جدا إلى الصوديوم، إن 100 غرام فيها 5 ميلي غرامات من الصوديوم، ولكنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وفي 100 غرام من التمر
نصف حاجة الجسم من البوتاسيوم وخمس حاجة الجسم من المغنيسيوم، إذا هو فقير إلى العنصر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، الذي يسبب الخطرة في الدماغ والجلطة في الدم، ومع انخفاض ضغط الدم يتمتع الإنسان بصحة جيدة. في 100 غرام من التمر 1 إلى 6 ملغرامات من الحديد، والإنسان في أمس الحاجة إلى هذا العنصر، وله أثر كبير في الدم وفي بعض النشاطات الحيوية في الجسم. يحتاج الإنسان إلى هذا الحديد، وفي 100 غرام من التمر ثلث حاجة الإنسان من الفيتامين B3، وهذا الفيتامين أساسي جدا في بعض المعادلات الحيوية في الجسم. والشيء الذي يلفت النظر أن التمر كما قلت قبل قليل لا يقبل التلوث، لأنه لا تعيش فيه الجراثيم. وقد ورد في الحديث الشريف في وصف التمر أنه يذهب الداء ولا داء فيه. يعني أنا أتمنى على الإخوة المستمعين أن يعودوا إلى الغذاء الطبيعي الذي خلقه الله لهم، وأن نبتعد عن صرعات الإعلانات المتعلقة بالأغذية التي يمكن أن تسبب لنا شعورا بأننا عصريون ولكنها تضر بأجسامنا ولا تقدم لنا المادة الأساسية التي نحتاجها. إذن فضيلة الدكتور، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتغذى من التمر، ليس فقط لأن الجزيرة العربية كانت غنية بهذا النوع من الغذاء، بل لأن له الفوائد الكثيرة الكبيرة. يعني نحن ما دام الحديث عن التمر وعن الصيام، هناك بعض الحكم من الصيام وكيف أن التمر له دور في هذا الشهر الكريم. قال بعض العلماء إن الصيام يخفف العبء عن جهاز الدوران والقلب والأوعية، حيث تهبط نسب الدسم والحموض في الدم إلى أدنى مستوى، الأمر الذي يقي من تصلب الشرايين وألام المفاصل. ويريح الصيام الكليتين وجهاز الإبراز، حيث تقل نواتج استقلاب الأغذية ويتحرك سكر الكبد، ويحرك معه الدهن المخزون تحت الجلد، ويحرك معه بروتين العضلات. إذن فصيام رمضان يعد دورة وقائية سنوية تقي من كثير من الأمراض، ودورة علاجية أيضا بالنسبة لبعض الأمراض، إضافة إلى أنه يقي من أمراض الشيخوخة التي تنجم عن الإفراط في إرهاق العضوية. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوموا تصحوا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يصوم من أجل الصحة. الصيام عبادة ينبغي أن يؤدى كعبادة، ولكن أمر الله عز وجل فيه فوائد كثيرة، فأنت إذا أديت هذه العبادة أكرمك الله أيضا بوقاية وعلاج لما يحتاجه الإنسان في هذا الشهر الكريم.